السلام عليكم، مساء النور ومساء الخير عليكم يا وجوه الخير، ونتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. القصه ديال اليوم غادي تشوقكم كاملين وغادي تجيب لكم ما يبقاش. قصه مستعجله وعاجل يا البنات. واحد السيد جا عندنا طالب راغب باش نلقاو معاه حل المشكل ديالو، فالله يجازيكم بخير. قبل ما نأنبوه، قبل ما نعايروه، قبل ما نقولوا له شي حاجه، حنا رحنا ماشي استغفر الله ربي باش نحاسبوا بنادم، ولكن هنا الناس كيجيو كيكونوا مزيرين وخاصهم ضروري لحل المشاكل ديالهم. انا بعض المرات كنكون منتقده لذيعه، ولكن بعض الحالات هاد السيد هذا جاي قال لك اختي عفاك الله يرحم لك بها الوالدين، الا ما قولوا لي شنو غادي ندير، انت والمتابعات ديالك حيت كنثق فيكم. فصعيب الانسان يثق فيك، يحط فيك الثقه الكامله ويتسنى انك تنصحه. المهم ما غاديش نطول عليكم يا الكبيدات، يلا ندخلوا للقصه ديال اليوم اللي مولاها كيقول. السلام عليكم، سميتي عبد السلام وفي العمر ديالي 45 سنه، واليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي باختصار، وغادي ندخل لكم في صلب المشكل ديالي باش ما نطولش عليكم. انا القصه ديالي غادي تبدا قبل ما نتزوج. كنت كنعرف واحد السيده، كنت انا وياها متصاحبين. هاد السيده هادي مسكينه كانت طلقت من راجلها حيت ما تفهمتش هي وياه، وكنا تعرفنا انا وياها في واحد الظروف اللي فشي الشكل، ما نعاود لكمش عليها باش ما نطولش عليكم في القصه ديالي. المهم هاد السيده فاش تعرفت عليها كنت كنبغيها فوق القياس، وكنت كنحترمها بزاف. هي في الاول ما كانتش قايله لي بلي السيده مطلقه، كانت ديجا مزوجه بواحد الراجل اللي كان لاباس عليه ولكن كبير في العمر، كان مدمن وكان كيضربها بزاف. المهم ما تفاهمتش معاه وطلقت هي وياه، تقريبا عامين وهي مزوجه به. في الاخر طلقت منه. هاد السيده هادي كنت متعرف عليها انا وبغيت نتزوج بها، ولكن الوقيته اللي عرضتها الوالدين ديالي وقلت لهم بلي هاد السيده كنعرفها وباغي الزواج منها، ما بغاوش وعكسوا ليا وقالوا لي قدرشانك تقول انك انت باغي تزوج بوحده اللي اصلا فايت لها الزواج. انا من واحد العائله اللي نقدروا نقولوا محافظه، وواحد العائله اللي متبعه بزاف ديال كيف ما كيقولوا التقاليد والعادات. والديا ما بغاوش ورفضوا انني نتزوج بوحده سبق لها الزواج، وقالوا لي اختر اي وحده نزوجوها لك الا وحده تكون فايت لها الزواج. بطبيعة الحال انايا كنت ضد الفكرة ديالهم، حيت كيف المزوجة كيف المطلقة، اشنو فيها الا تزوجت بشي وحدة اللي انا مرتاح ليها وباغي نكمل معاها ديني وباغي نكمل معاها حياتي. ولكن والو ما بغاوش. بطبيعة الحال ما بغيتش نخرج على طرد الوالدين ديالي، وفي نفس الوقت كنبغي الدري وكنحماق عليها. هي فاش شافتني بحال هكداك وشافتني لاصق فيها وديك الشيء قلت لي شوف والديك هما الاولين، انا ما عندك ما دير بيا باش ما تخلينيش نخسر عائلتي، نتخوت ديك المدينه كامله وبسببي انايا حيت انا ما بغيتش نتفك منها. صافي عيت ما نقلب عليها، النمره ديالها صافي حيدتها ما بقتش بخدمها. مع العلم في ديك الوقيته هذيك انا كانت عندي 32 سنه، خدام على راسي بالوظيفه ديالي بمنصب زوين بداري بطونوبيلتي، ما خاصني حتى شي خير. ديك الوقيته كان خاصني غير المراه، تقريبا عامين ونص وانا معاها. صافي في الاخر قطعت لي ياس، بقيت كنقلب عليها حتى عييت ما لقيتهاش. تما فين غادي يشكرفوا عليا وغادي يقولوا لي خاصك تنوض تزوج وتعمر على راسك. بيني وبينكم انا ما كنتش باغي نتزوج، كنت كنقول مادام انا ما خديتش البنت اللي باغيها قلبي ما عندي ما ندير بشي زواج. ولكن الوالدين الله يغفر لهم بزوا عليا نتزوج وفرضوا عليا داك الزواج. الاب ديالي قال لي اما تدي بنت عمتك ولا تدي بنت خالتك. بيني وبينكم ما بغيت لا بنت عمتي ولا بنت خالتي. في الاخر قلت لهم شتي اش غادي ديروا، اللي بغيتوها ديروا القرعه، اللي جات فيا غادي نديها. طبيعه الحال داك الزواج غنبسز عليا، ما كانش اصلا عندي فرصه باش نختار، حيت انا ما عندي لا مع بنت عمتي ولا مع بنت خالتي. كنحترمهم ولكن بحال خواتاتي، وما عمرني فكرت انني نرتبط بهم. مع العلم ان بنات خالتي تقريبا كلهم اللون ديالهم اسمر، وانا بيني وبينكم كنت باغي شي وحده اللي بيضاء، ما كنتنمرش في السمر، تحيه كبيره اليوم، ولكن انا داك الستيل هذاك ما كانش كيعجبني، هما سمرين بزاف، وانا الصراحه كنت باغي ولادي يخرجوا بيضين، ما بغيتش ولادي يخرجوا سمرين. المهم فاش قلت لهم ديروا القرعه داك الشيء اللي ناضو دارو، ناضو كيديروا القرعه، جات فيا بنت خالتي، وكنت كنقول يا ريت تكون جات فيا بنت عمتي وجمونفو، ولكن جات فيا بنت خالتي.
حيت داروا بنات خالتي شي ربعه ودارهم بالاسماء، فجات فيا انني ندي بنت خالتي، ولاو كيديروا لي القرعه اشمن بنت خالتي اللي غادي ندي فيهم. المهم واحد الزوج ما نقولكمش عليه، والله العظيم في الاول الا كان كيحساب ليا والديا وخوتي تي غير كيضحكوا معايا، ولكن في الاخر لقيت راسي مبزين عليا داك الزواج. غادي تجي فيا واحد بنت خالتي اللي انا في الاصل ما كنحملش فيها الشعره. هاد بنت خالتي واحد المره لقيت عليها واحد لافوط خايب، ما بغيت نقولو حتى شي واحد، ولكن فاش نهض نهضر ديك الساعه حتى شي واحد ما بغيت يقني، وقالوا لي انت يا غير كترمي عليها الباطل بالهاني حيت ما بغيتيش تزوج بها. وانا والله خوتي ما بغيت نرمي عليها شي باطل، راه ديك السيده اصلا في الاول ما كنرتاحش ليها. فجات فيها القرعه صافي ما لقيت ما ندير، حيت هما اصلا كانوا مقررين ونقدروا نقولوا بالزوعيه ديك الزواج. قلت لهم صافي اللي بغيتوها ديروها. نوضوا يا لا يا سيدي خطبوا ليا بنت خالتي، وهي بالفرحات عليها قبلت الزواج، واخا عارفاني شفت عليها فوط كبير بزاف، وكون قلتها للعائله ديك الساعه في ديك الوقيته هذيك وكان عندي دليل غادي تشتت العائله كامله، ولكن ما عندي ما ندير. تقدروا تقولوا لي ما عندك شخصيه؟ اه ما كانتش عندي شخصيه، حيت السيده اللي كنت كنحس براسي راجل قدامها مشات وما عرفتهاش فين مشات. صافي تفرض عليا داك الزواج، تزوجت بنت خالتي اللي اصلا وفي الاصل ما كنحملها ما كنقبلها وما عنديش معها، ويا ريت تكون جاتني شي بنت خالتي وحده اخرى من غيرها هي، ولكن سبحان الله العظيم ربي قسم لي العيشه معها. صافي خطبوا لي بنت خالتي وهي بالفرحه عليها غادي تزوج بواحد بحالي. اول حاجه ما كنزكيش راسي، ولكن الحمد لله عطاني ربي واحد الجمال لا يوصف. بالنسبه للخدمه خدام على راسي بخيري برزقي بكل شيء، يعني ما مخصوص من والو، ولكن المشاعر تجاهها ما كايناش. كنت صراحه ما كنحس من جيتها حتى بشي حاجه، كنت كنحس بحاجه وحده هي الكره، كنت كنكرهها بزاف. كل ما شفت عليها غير الديفو ما عندي ما ندير، نقول اح وبردت، ولكن هذه بدات كنت شفت عليها الديفو. حاولت نستفرد بنت خالتي ونهضر معها على انفراد، زعما على الاقل بعدا هي اللي تراجع. قالت لي شوف ولد خالتي ما نقدرش نتراجع على هذا الزواج، وإلا كانوا مبزيني عليك حتى انا مبزينك ليا. وقلت لها لا علاش اختي على حالك؟ ايه مادام مبزيني عليك رفضي. قالت لي لا انا ما نخسرش خالتي وراجل خالتي، وإلا بغيتي ترفض رفض نتايا. المهم انا ما لقيت ما ندير، قلت انا غادي نتزوج وغادي نخلي هذا الزواج في يدين الله. ولكن اخوتي والله العظيم الا عييت من ميك وعييت من ندير عين ميكا، ولكن والو السيده بقات لاصقه فيا. صافي تدرنا الكحل في الكحل، ما غاديش نقول لكم الكحل في البيض، حيت فاش تزوجت بها ما عمرني ما شفت النهار البيض، والنهار البيض مشى مع الانسان اللي كنت كنبغيها من كل قلبي. المهم اخوتي هاد الانسانه هادي غادي نتزوج بها بلا خاطري، طبيعه الحال غادي نروحها لداري، حيت كيف ما قلت لكم انا مستقله على والديا وكنت غادي نعيش بوحدي. بنت خالتي ماشي غادي نكذب عليكم ولا نقول لكم طلعت ما مزياناش، رغم الديفو اللي لقيت عليها كانت هضرت معايا في هذه المساله وقالت لي انا كنت صغيره وطايشه وما عندي عقل، ودابا انا راني بعقلي وهادي وهادي. كانت كدير كل ما في جهدها باش ترضيني، ولكن انا كانت كتجيني الصراحه ثقيله على قلبي، ما كانش عندي معاها نهائيا. كنقول لها شتي واخا يدهنوا ليا بالسمن والعسل راه ما غاديش تسرطي ليا، خصكي تفهمي هذه القضيه. كنت كتقول لي ولد خالتي صبر جميل، والله سبحانه وتعالى غادي يوفق القلوب وغادي يلم القلوب. كنت كنقول لها وحلمي حلمي حلمي، صراحه ما عمرها ما دخلت لي قلبي لا من قريبين ولا من بعيد، حتى الوقيته اللي غادي تجي وتقول لي بلي هي حامله كرهت الحياه والدنيا كامله. قلت ربي سيدي زادتها بالحمل، حيت انا في الاولى قلت لها شوفي بنت الناس انا ما بغيتش الولاد من دابا بلاتي عليا. قالت لي شتي انت لما بغيتيش الاولاد؟ انا راه باغا الاولاد، انا ما رانيش صغيره. ديك الوقيته كانت انا عندي 32 وهي كانت عندها 29 عام، يعني حتى هي كانت كبيره ماشي صغيره. المهم السيده حملت ما نكذبش عليكم، ما حملت ما قبلت، غادي تهونوني على العلاقه ديالي معها كرجل. طبيعه الحال كنت كندير معها علاقه ولكن غير فوق النفس، كنت كنحس براسي داك الشيء واجب عليا ومفروض عليا نديرو، ما عندي ما ندير. بالنسبه للبكره ديالها لقيتها بنت، والله اعلم راكم عارفين دابا هاد البكره الاصطناعيه وهادشي اللي ولينا كنسمعو مؤخرا. المهم ما عندي غرض، انا كي كاينه كي ما كايناش. السيده فاش حملت ما بغيتش وما حملتش راسي، كرهت حياتي والدنيا وكل شيء.
ولكن ما كان عندي ما ندير من غير نتقبل الحموليه ديالها. اما هي كانت كتقول لي انا فرحانه بهذا الشيء اللي في كرشي. كنت كنقول ماشي مشكل، ربي اللي كيعطي ما عندي ما ندير. بقيت معاها تفكر الله الروح من الروح كيف ما كيقولوا. بنتي غادي تصدمني حيت خرجت بيضة بحالي وما خرجت سمراء بحال ما خرجت، كتشبه ليا بزاف. وهنا عرفت بلي بنت خالتي كتبغيني من قلبها. عييت زعما ما نحاول انني انا نبغي بنت خالتي ونديرها في قلبي، ولكن والله اخوتي ما قدرت. المهم دوزت مع بنت خالتي عامين، ولدت البنت الثانيه. البنت الثانيه خرجت شويه صميمره، يعني ما صميمرش بحال ما، ولكن ما بينه وبين كيف ما كيقولوا قهوه حليب. بنيتي تبارك الله عليهم كيحمقوا بالزين، ولكن رغم ذلك العلاقه ديالي بنت خالتي عاديه، مزوجين وصافي، ما كاينش بيناتنا الحياه. هي كانت كتبغيني وكتموت عليا، اما انا ما كانت كتعني لي هاد الانسان حتى شي حاجه. بقيت اخوتي تقريبا عشت مع مراتي 7 سنين، من بعد غادي تحمل لي بالولد، غادي تولد لي وليد، ولو عندي 2 بنيات وليد. تقريبا بقينا غير شي 2 ونص وهي تبان صاحبة دعوتي اللي جيت نعاود لكم عليها اليوم، واللي كان حبها قلبي وبغاها مشحال هادي. هاد السيدة غادي تبان في حياتي وبالصدفة، حتى لواحد النهار كنتلاقاها وكنت تلاقيتها غير في واحد الكافي، كانت هي وصاحبتها. دازو سنين ما شتهاش، فاش شتها تبدلت عليا بزاف. جلست على قبلتها بقيت كنشوف واش هديك فلانة ولا شباتها، اما هي حسيت بها بحالا كتهرب مني ودارت راسها ما عرفتنيش. المهم البنت لقيتها تبدلت بزاف، الشعر مطلوق، الضفران مصبوغين، اللباس غير ناقص. المهم السيده من بعد ما كانت كدير الحجاب والباسها مسور، كنقول ربي واش هي هادي ولا انا كيتخيليا. ما هنا بالي حتى زدت عندها قلت لها السلام عليكم، قالت لي عليكم السلام. قلت لها سمح لي نسولك اختي، قالت لي نعم. قلت لها بحال شباتك، قالت لي ما عرفتش ما شباتيني. قلت لها واحد السيده شنو سميتها شنو سميتها شنو سميتها. هي بغات تنكر بغات تقول لي لا، والصراحه عينيها فتحوها. قلت لها بلا ما تنكري راك انت هي فلانه، واش دغيا نسيتيني؟ انا هضرت معها بحال هكذا والسيده بدات كتبكي كيبكي بكي بكي. صاحبتها اللي معاها وهي تقول ليها واش هذا هو اللي عاودتي ليا عليه؟ قالت لها براسها اه. قلت لها اشنو عاودتي ليها؟ هيك لاباس خير ان شاء الله. المهم صاحبتها فاش شافتنا بحال هكذاك قالت لها المهم صاحبتي انا غادي نخليك هضري مع السيد ومن بعد اجي عندي البلاصه الفلانيه. قالت لها واخا صافي. السيده مشات خلاتني انا وياها، وتذاك صاحبي اللي كنت معاه مشى بحالاته. قال لي صافي ملي تسالي عيط عليا. ديك صاحبي كان عارف نوع العلاقه اللي كانت جمعني مع ديك الانسانه. هي هذيك السيده غير شتها بحال هكذاك بحال بغات تنكرني بحال ما بغاتش اصلا تعترف بلي كتعرفني. قلت لها مالكي علاش تخبيتي مني؟ علاش كنتي ناويه تخبي مني؟ قالت لي لا ماشي هكاك وهادي وهادي. بدات كتعذر بشي اعذار اللي ما هماش. في الاخر قالت لي الصراحه حشمت منك. قلت لها علاش؟ قالت لي حيت مشيت وخليتك. قلت لها اه راك ديتي معاك قلبي وديتي معاك عقلي. المهم بقيت كنسولها شنو دارت في حياتها. قالت لي الصراحه عاودت الزواج 2 المرات وما صدقوليش. قالت لي دابا انا مطلقه 3 المرات. قالت لي في نظرك وحده اللي تطلق 3 المرات فمن كيكون العيب؟ راه مستحيل يكون في الراجل، زعما هاد الرجال بثلاثه خايبين. قلت لها شوفي انا كنلتمس لك الاعذار كاملين، تكوني خايبه تكوني اخيب وحده في هاد الدنيا، قابل بك وباغيك وشارك. المهم قالت لي شنو كتقول؟ قلت لها كيف ما كتسمعي نقدروا نقولوا ان العلاقه ديالي جدات بيها. ما نكذبش عليكم هذه هي الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي، كنحمق عليها وكنتسطع عليها ولحد الان ولحد الساعه. عارفه هذه القصه غادي تسمع ليها هي. المهم هاد السيده هذه طلبت ليها النمره ديال التليفون، قلت لها ما يمكنش انا لقيتك هاد السنين كامله وانا كنقلب عليك ودابا نخليك. تبادلنا ارقام الهواتف، قلت لها غادي نعيط عليك ضروري ما تجاوبيني، بغيت نهضر معاك. داك الوقيته كانت مزروبه، كانت كتقول لي صاحبتها بلي كتسينها. واخا حاولت انني نسولها على الطريقه ديال اللباس اللي بلات كتلبس والطريقه ديال التصرفات، حيت التصرفات ديالها ولاو غرابين، نقدروا نقولوا بحال وليت بحال داك بنات الليل. المهم قالت لي من بعد وغادي نهضروا انا وياك. صافي من بعد غادي نعيط عليها. قلت لها شوفي معايا شي وقيت اللي نتلاقاو فيها انا وياك، ما يمكنش انا نصبر اكثر من هكذا، راه سنوات وانا كنقلب عليك، فهمي هذا الشيء، انا راه كنبغيك وكنموت عليك. قالت لي واخا.
درت معايا واحد البليصه، مشينا تلاقينا انا وياها، عاودت ليا كاع داكشي اللي كانت كدير بالتفصيل، وعرفت انها كانت خدامه في واحد البار. المهم السيده خرجت ليها نيشان، قلت لي ما نكذبش عليك، انا بغيت نسر راسي وندير الحلال، ولكن حتى شي راجل ما صدق ليا. المهم هاد السيده هادي كنت كنمشي نقصر معاها، كانت كاريه واحد الدار هي والبنات صحاباتها، كانت شاده بيتها بوحدها في ديك الدار، وكنت كنمشي حتى لعندها. صراحه هاد السيده هادي غادي تولي العلاقه ديالي بها بحال المراه مع راجلها. المهم وليت كنديرو انا وياها علاقه. صراحه في الاول كانت واخده الاحتياط ديالها، انا بيني وبينكم كنت باغي نتزوج بها، ولكن هي كانت رافضه، ما باغاش تتزوج بيا. كنت كنعيا فيها، كنقول لها شوفي راني بنت خالتي، نشوف كيفاش نديرو نقنعها، ولا نطلب منها تطلق ونتزوج بك، ها شوفي كيفاش ديري. كانت كتقول لي لا، انا ما عمرني شتت شي عائله، مستحيل. المهم هي هذيك بقيت معاها على علاقه، قلت لها على الاقل ما تحرمينيش منك، خليني معك. بقيت معاها على علاقه خوتي، حتى لواحد الوقيته اللي طفات عليا التليفون، ما بقاتش كتبغي تجاوبني. من بعد غادي نعرف غير واحد صاحبتها بلي السيده حامله، حيت انا كنت متاكد في ديك الوقيته ما كانت كدير حتى شي علاقه مع شي راجل، وكانت وعدتني ان ما عمرها ما دير شي علاقه مع شي راجل ما دمت انا معاها. لقيت داك البنت سولتها، قلت ليها مالها، وهذه قالت لي ودي كنظن ان فلانه حامله وراه كتقلب لي طيح ليها الكرش. صراحه ما نكذبش عليكم، كنت كنتمنى شي نهار هاد السيده تحمل مني ونجيب شي وليد ولا بنيه، يعني منها هي، ويكون في عنده الاسم ديالي كيحمل الدم والحمل. ولكن السيده كانت كتقلب باش تطيح الكرش، فاش واجهتها قالت لك عمر السما ما كانت زرقاء، انا ما حاملاش. فاش بقيت كنانسيستي عليها باش تمشي عند الطبيب ما بغاتش، في الاخر غادي تعترف ليا بلي بصح هي حامله، ولكن ما بغاتش هذا الجنين. المهم بقيت كنهضر معاها، قلت لها شوفي يا بنت الناس، انا الا بقيتي تطيحتي ليا ولدي راني ما نسمح لك ما نغفر لك، ودابا انت قرري. المهم اخوتي هاد السيده هادي قالت لي انا ما نقدرش نتحمل المسؤوليه ديال واحد الطفل اللي انا ما نقدرلوش، وانا بقات كتعطيني في الاعذار. المهم اخوتي المشكل ديالي الحالي ان هاد السيده حامله مني، ودابا عندها 5 شهور في الحمل ديالها، ودابا ولات كتقول لي شوف انا ما قادراش نواجه الناس بهاد الكرش هادي، اما دير ليا شي حل واما تزوج بيا، حيت في الاخر صافي ما لقات ما دير، الكرش ديالها بدات كتبان. انا اخوتي بنت خالتي حتى هي لقيتها حامله في نفس الوقت اللي حامله فيها هاد السيده، ما نكذبش عليكم السيده قالت لي بلي حامله بالتوام. مرتي هادي السيمانه باش مشات عند الطبيب قال لي بلي عندك التوام وعندك بنيه وليد. السيده اللي انا نتصاحب معاها حتى هي حامله، ما عرفت شنو غادي ندير اخوتي. صراحه كنت كنفكر انني نطلق مراتي وناخذ البنت اللي كنبغي، ولكن كيفاش غادي ندير حتى هي حامله، والمشكل دابا غادي يوليو عندي معاها 5، ما عرفتش اخوتي شنو غادي ندير. واش نعترف لمرتي الاولى بالحقيقه ونقول لها شنو درت وشنو كاين شنو كاين؟ ما عرفتش ردة الفعل ديالها، بالخصوص انها مريضه، وكان الطبيب كيقول لها خصك تنعسي، ما خصكش اصلا تحركي من بلاصتك. ولكن والله ما عرفت شنو غادي ندير، دابا راني حاير. داكشي علاش حطيت لكم القصه ديالي مستعجله، وما بغيتش نطول لكم في القصه ديالي باش الاخت امينه دغيا تحطها. دابا عافاكم غير قولوا لي شنو ندير، انا راني ما عارف ما غادي ندير. والدي الا بقاو تساقوا الخبر اكيد غادي يسخطوا عليا، اما مراتي يعلم الله شنو غادي تكون ردة الفعل ديالها. بالنسبه لعلاقتي مع بنت خالتي علاقه عاديه، كدير كل ما في جهدها باش تخليني نبغيها، ولكن انا والو، لا قلبي ولا عقلي اصلا كيروم ليها. وهذه يا خوتي حكايتي، وهذه هي قصتي. كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير تنصحوني في اقرب وقت شنو خصني ندير. شكرا لكم وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هذا الاخ هذا عبد السلام، القصه ديالك صعيبه اخويا بزاف، كان عليك اخويا تفكر مزيان في هادشي اللي درتي. طريق ديال الحرام هي اسهل حاجه، ولكن العواقب ديالها وخيمه بزاف. لهذا اخي الكريم كان عليك دير ستوب في الاول، فاش غادي نقول لك عليك بالمواجهه، ما عندك ما غادي دير، لان هذاك اللي في الكرش ديال ديك السيده راه ولدك، وهذيك بنت خالتك راه تبارك الله 5، عندك معاها 2 بنات وولد، وغادي تزيد الولد والبنت، يعني 3 ديال البنات وجوج ديال الاولاد، تبارك الله 5، فلا حول ولا قوه الا بالله. انا نصيحتي لك هي انك تمشي عند بنت خالتك الزوجه ديالك، مادام طلعت بنت الناس ومزيانه وصابره معاك ومقابله وليداتها
وفي امان الله وحفظه. صراحه بصح راه في واحد الاشهر اللي حرجه وما تعرفش شنو غادي يوقع ليها، ولكن المواجهه حيت ما عندكش شنو غادي دير. هذيك ضروري خصك تعقد عليها باش تحلل داكشي اللي في كرشها، واخا هو كيبقى ولد الزينه، واخا غادي تعقد على مرتك. ناري كنعتذر منكم، كنقول لكم انا راني مسافره وراني كاريه هنايا على الطريق، عفتو الحديد كيجري ليلى يلاه وصافي. قلت لك اخي الكريم خصك تعترف الزوجه ديالك وصافي، هادشي اللي خصك دير، حيت انت راك دابا ما بين نارين، ما عندكش كي غادي دير. الاعتراف هو احسن حاجه. وكنشكرك مجددا، شكرا لك، الله يفك وحايلك اخويا، الله يتم العاقبه على خير وصافي. كنتمنى من الاخوات الكريمات والاخوه الكرام ينصحوك باش قدرهم الله بدون ما نشرحوا، الله يعطيكم الخير. شكرا لكم. الرقم ديال الواتساب اللي بغى يتواصل معايا 07 04 73 41 41، الى ان القاكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.